لا تستكثروا أنفسكم على الله سبحانه وتعالى. هذا مصعب أنعم فتى في قريش، كانت الجميلات يترقبنه من فتحات الأبواب ومن النوافذ، وإذا مر في الطريق بقي عطره. ثم ماذا؟ هو مصعب في سبيل الله شهيد تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تستكثر نفسك على الله. أنا الشاب المثقف، أنا الشاب المتعلم، أنا الجميلة. أساسا من قال أن هذا دين البسطاء؟ هذا دين حمله النخب، هذا الدين اللي حمله أبو بكر الصديق الذي كان يشار إليه بالبنان، حمله عثمان الثري، هذا الدين الذي حمله مجالد قريش وحكيمها عمر، هذا الدين الذي نافه عنه خالد الجنرال بالسيف. ثم ما آخرتها يعني؟ اذهب إلى المقبرة أخي، في المقبرة شاب أقوى منك ورجل معه مال كان أكثر منك، ثم ها هو حفنة من تراب. في المقابر من هي أجمل منك؟ ثم أين قارون؟ الجميع يذهبون، فلا يستكثرن أحد نفسه على الله سبحانه وتعالى.